هبدأ مع حضرتك في الأول ونعرف يعني إيه تربية إيجابية، لأنه مفهوم التربية الإيجابية دلوقتي بيختلط كده عليه حاجات كتير قوي، وطبعا السوشيال ميديا بقينا بنسمع المصطلح ده كتير جدا بس مش عارفين هو وراه إيه. تمام. أول حاجة الأسرة حتى ذات نفسها لما بتسمع كلمة تربية إيجابية بتعتقد إن التربية الإيجابية ما فيهاش نوع من العقاب أو نوع من الشدة. لا، التربية الإيجابية هي تربية صحيحة، بمعنى أنا بفهم نفسية ابني، بفهم شخصية ابني، بفهم احتياجاته ورغباته، لأن كل مرحلة عمرية ليها احتياجاتها ورغباتها طبعا. فبالتالي إحنا في المراحل الأولى من عمر الطفل اللي أول 5 سنوات بنحاول نعمل إرضاء كامل للطفل، كل طلباته مجابة بدون قيد أو شرط. فبالتالي الطفل هنا ذكي وبيبتدي يستخدم أساليب دفاعية، لو أنا ما جبتلوش الطلب بعد كده بيستخدم بقى العند، بيستخدم الصواد، بيستخدم السريخ. الأم بتعمل حاجة من الاثنين عشان تخلص منه، يتديله الحاجة لأنه هو تعود، أو بتبدأ هنا في العقاب، وده بيكون صدمة بالنسبة للطفل، إن الطفل بيبتدي يتمد إيدهم عليه وبيبتدي ينقضوه ويبهدلوه، فبالتالي بتيجي صدمة للطفل، يا بيزيد عند وشراسة وعدوانية، يا بيطلع طفل انهزامي وضعيف وسلبي وما يقدرش يقول لأ بعد كده وبيحاول يرضي الآخرين. طيب إحنا بدل اللخبطة دي كلها إحنا بنحتاج حاجتين بسيطة جدا نقولهم لبابا وماما. أول حاجة لازم نفهم شخصية طفلي نوعها إيه، لأن في طفل من أول ما بيتولد هو عنده شخصية، عايز يحكم رأيه، عايز يقرر حاجات، يرفض حاجات. الطفل ده ذكي، ما كسروش، ولازم أنا أفهم طبيعته. طب الطفل الضعيف اللي محتاج دايما مساعدة ودايما محتاج اللي حواليه، ده لازم أقويه. فأول حاجة لازم نفهم طبيعة الشخصية. تاني حاجة لازم أفهم إن كل مرحلة عمرية ليها احتياجاتها. يعني إيه احتياجاتها؟ ليها طريقة في الأكل، في الشرب، في اللبس. كمان في رغبات، اللي هي الإنسان عادة في أي مرحلة عمرية محتاج الحب، محتاج يشعر بالأمان، يشعر بالتقدير. فإحنا بنخلط الأمور دي كلها على بعضها، وطبعا محتاجين تحقيق الذات حتى وإحنا أطفال صغيرين، محتاجين نحقق ذاتنا. مش كده الأطفال ساعات تعمل حاجات تضحك عشان يثبت إنه موجود، أو يلفت الانتباه، أو يغير على بابا وماما، أو يغير من أخوه أو من أصحابه عشان يلفت الانتباه. فدي من الرغبات عند الإنسان، لفت الانتباه وتحقيق الذات. إحنا بنلخبط كل ده بقى، إحنا يا بندلع جدا جدا وبنرجع نعاقب جدا، ونرجع نقول إحنا عايزين نعمل تربية إيجابية ما فيهاش عقاب. لا، هو العقاب هنا مش عقاب ضرب، لأن الناس برضو بتفهم العقاب بطريقة خاطئة. العقاب مش عقاب ضرب ولا بهدلة الطفل عشان يطلع إنسان سوي. إحنا لازم نصحح بعض المعتقدات عند الطفل، نصحح بعض المفاهيم، نعوده الاعتماد على نفسه بس في حدود مرحلته العمرية، ونعمل له نظام التقدير أو المكافأة عشان يشعر بذاته. لكن الضرب والإهانة والمقارنة والنقد واللوم والتوبيخ، كل ده بيسيء لنفسية الطفل وسلوكه فيما بعد.